مساء الخير مشاهدينا الكرام، حصاد اليوم يأتيكم مباشرة عبر قناة زائر تي في، وهذه أهم العناوين. تعيين 3 متصرفين لتسيير شركات رجال الأعمال المحبوسين، سائق حافلات مجمع تحكوت يهددون بشل النقل الجامعي مع دخول الاجتماعي، وموظفو مجمع الإخوة كونيناف يعودون للشارع للاحتجاج. بعد أشهر من الاحتجاجات والمسيرات، وزارة الداخلية تفتح أبواب الحوار مع متقاعدي الجيش، دحم يلتزم بحل جميع المشاكل والانشغالات العالقة. المعارضة وفعاليات المجتمع المدني توحد مبادراتها، تشكل لجنة تنسيق وتقريب وجهات النظر وصياغة وثيقة جامعة تتوج بندوة وطنية للحوار قريبا. ملف عدل 2 يتحول إلى قنبلة موقوتة عشية الدخول الاجتماعي، المكتتبون يهددون بغلق مقر الوزارة، وزارة السكن ورقعة الاحتجاجات تتوسع عبر جل ولايات الوطن، وتوزيع 14,000 سكن قبل نهاية سبتمبر المقبل. وفي روبورتاج النشرة تتابعون، بعد 4 أشهر من فيضانات جانيت، ملامح الكارثة ومخلفات الطوفان لا تزال قائمة، والسكان يطالبون بمخطط استعجالي لإعادة الأعمار. مشاهدينا الكرام مجددا إلى تفاصيل حصاد اليوم. عين قاضي التحقيق المخطر بملفات الشركات التابعة لمجمعات حداد وتحكوت وكونيناف 3 متصرفين إداريين من الخبراء أقول الماليين المعتمدين قصد تسيير هذه المؤسسات. وأفاد بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أنه في إطار التحقيقات القضائية المفتوحة ضد بعض رجال الأعمال أصحاب شركات اقتصادية منها مجمعات حداد وتحكوت وكونيناف، وسعيا للحفاظ على استمرارية نشاط هذه المؤسسات وضمانا لمناصب الشغل وللوفاء بما عليه من التزامات تجاه الغير، أصدر قاضي التحقيق المخطر بملفات هذه الشركات بتاريخ 22 أوت أوامر بتعيين 3 متصرفين إداريين من الخبراء الماليين المعتمدين، وقد أوكل لهؤلاء المسيرين وفق نفس البيان تسيير المؤسسات المعنية وفق أحكام القانون التجاري وتحت وصايته ورقابته أقول عملا بتدابير القانون والإجراءات الجزائية. ذات المصدر أضاف أنه سيتم اتخاذ نفس هذه الإجراءات في باقي الملفات التي يوجد بها مسيرين لمؤسسات خاصة محل تدابير قضائية بسبب فتح متابعة جزائية ضد أصحابها. هذا وطالب سائقو حافلات النقل الطلبة والمسافرين التابعين لمجمع تحكوت الذي يتواجد مالكه محي الدين تحكوت على مستوى سجن الحراج، طالب الوزير الأول نور الدين بدوي بالتدخل العاجل من أجل تسديد رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ شهرين متتاليين. وأوضحت رسالة مفتوحة وجهها عمال مؤسسة تحكوت للوزير الأول نشرت عبر الجرائد الوطنية أن العمال لم يعد بإمكانهم الصمود أكثر أمام الوضع المزري الذي يعيشونه، خصوصا وأنه يتزامن مع الدخول المدرسي الذي سيكون بالتاريخ 4 من سبتمبر المقبل.
ذات المصدر أضاف أن المؤسسة تكفلت بنقل أزيد من 1,200,000 طالب جامعي يوميا، كما توفر 300 حافلة لنقل المسافرين للشبه الحضري بالعاصمة، و100 حافلة لنقل المسافرين في النقل الحضري والشبه الحضري في وهران، ليتمكن المواطنون من الالتحاق بمناصب عملهم، وأنها غير مدانة لأي جهة كانت ولم تستفد من أي قرض بنكي. وفي شأن متصل، خرج العشرات من موظفي وعمال شركة كوغال التابعة لمجمع الإخوة كونينا في وقفة احتجاجية أمام مقر مصنع صافية المحاذي لميناء الجزائر. العمال طلبوا بصب فوري لأجورهم العالقة منذ أشهر بفعل تجميد الحكومة لأرصدة الشركة المتابعة أصحابها بقضايا فساد. المحتجون ناشدوا أيضا السلطات العمومية بالإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لحل مشكل الشركة وصب الرواتب. استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون اليوم ممثلين عن الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش، حيث تم الاستماع إلى جملة من الانشغالات المطروحة من قبل هذه الفئة. وأشار بيان صادر عن الوزارة الأولى أن اللقاء كان فرصة جدد فيها ممثل الحكومة التزام السلطات العمومية بالعمل على حل جميع المشاكل العالقة التي تخص متقاعدي الجيش، وكذا بإبقاء قنوات الحوار مفتوحة دائما مع ممثلي الهيئة لطرح انشغالاتهم. الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من اليوم الأحد في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهرار، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني. وبحسب ذات البيان، فإن الفريق سيشرف على تنفيذ تمرين بحري على مستوى الوجهات البحرية الغربية، ويتفقد بعض الوحدات ويعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الثانية. إلى هذا الخبر الآن. تم اليوم تسليم واستلام المهام بين المدير العام السابق للأمن الوطني عبد القادر قارة بوهدبة والمدير العام الجديد أنيسي خليفة، وجرى حفل تسليم واستلام المهام بمقر وزارة الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية وبحضور وزير الداخلية صلاح الدين دحمون. لا يفوتني بهذه المناسبة أيضاً أن أتوجه لكل إطارات وأعوان الأمن الوطني بأن لا يدخروا أي جهد، وهم يتشرفون اليوم بالعمل تحت قيادة أحد أبناء المديرية العامة للأمن الوطني الذي تدرج في تقلد العديد من المناصب، أين برهن عن مهنية عالية وجدارة واستحقاق. أهله بأن يحظى بثقة الدولة الجزائرية وبثقة السيد رئيس الدولة الجزائرية ليتولى منصب المدير العام للأمن الوطني، وإنه لا ينتابني أي شك كما عهدناكم جميعا أن تكونوا كرجل واحد خلف قيادتكم الجديدة، خاصة وأن بلادنا تشهد ظروفا استثنائية مما يتطلب يقظة وحرصا شديدين وكبيرين، وما ذلك بغريب ومستعص على أبنائنا بالمؤسسة الشرطية التي يشهد لها القاصي والداني بالمهنية والاحترافية، كما هو الحال لأبنائنا وإخواننا الأبطال أو شوس بمؤسسة الجيش الوطني الشعبي وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطن. فكلكم مجندون من أجل جزائر آمنة، واضعين صوب أعينكم حمايتها من كل تهديد. إني مدرك الثقل المهمة الموكولة إلي والتي تتطلب حتماً تضافر جهود الجميع لتحقيق مبدأ الشرطة في خدمة الوطن والمواطن،
وذلك من خلال مواصلة الجهود لمواجهة كل التحديات في شتى المجالات. وبهذه المناسبة فإني أدعو كافة إطارات وأسلاك الأمن الوطني لمواصلة وتكثيف الجهود قصد توفير الأمن والسكينة للمواطن وحماية الممتلكات وفقاً لأحكام وقوانين الجمهورية. رفض رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة فكرة إجراء ندوة وطنية جامعة لا تفضي إلى حلول عملية حسب تعبيره. بن قرينة وعلى هامش استقباله لرئيس هيئة الحوار والوساطة كريم يونس قال إن التحاور مع هيئة الحوار يكفي ومقترحا على الهيئة مجموعة من الإجراءات إجراءات التهدئة التي قال أنها ضرورية قبل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، وهي ضرورة رحيل الحكومة الحالية، تعديل قانون الانتخابات، وعزل كل من عزله الحرك. نرفض إجراء ندوة وطنية للحوار، فيكفي لجنة هيئة الوساطة والحوار أن تأخذ من ملخصات الأحزاب السياسية وكذا من أرضيات النخب الوطنية التي اجتمعت سواء في عين بنيان أو في غيرها، فهي كافية بدلا من إجراء ندوة وطنية استعراضية بشكل كارنفال. نحن في حركة البناء الوطني رفضنا إجراء الندوة الوطنية. من جهة أخرى أكد بن قرينة أن الغالبية الساحقة من أحزاب وقوى التغيير الغير رافضة لهيئة الحوار والوساطة، وكشف أن أحزابا كبيرة التقت كريم يونس سرا. الأغلبية الساحقة من أرضية عين بنيان، الأحزاب الممثلة في حركة في عين بنيان، هي استجابت لطلب اللقاء للجنة الوساطة والحوار. هناك زعماء أحزاب سياسيين حضروا واستقبلوا هيئة الوساطة والحوار تحت عنوان سري جدا، وأؤكد هذا وستكشف لك الأيام القليلة القادمة. هناك أحزاب سياسية طالبت تحت عنوان سري جدا وتم لهم ذلك. ونزيد نعطيك معلومة أكثر، وهناك حزب سياسي طالب لقاء تحت عنوان سري جدا واللجنة رفضت له ذلك. تشهد الساحة الوطنية تشكل عدة مبادرات تدعو جميعها إلى الحوار، لكنها تختلف حول المشاركين فيه من شخصيات وأحزاب وحتى مسؤولين، كما تختلف حول آليات تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات وأجال تنظيمها، في حين يرى متابعون أن كثرة المبادرات وتعددها لا يخدم الحوار بل يشتت الأطراف المعنية به. دعي لمبادرة حوار تجمع كل الأطراف، فانقسم الجميع على عدة مبادرات: هيئة للوساطة والحوار بمجلس عقلاء ولجان مختصة، فعاليات للمجتمع المدني، وأخرى للمجتمع المدني والشباب. تعددت التسميات والكل يدعو إلى طاولة النقاش والتعجيل بالحلول. نحن نحتاج إلى مبادرات أكثر من التي طرحت، وبعدها نحتاج إلى وسيط يجمع ويقارب بين هذه المبادرات، ويكون الشعب هو من سيحكم على من هي المبادرة التي سيختارها. بالرغم من وجود مبادرات في الميدان، ويعني مبادرات عدة وكثيرة، إلا أن بقيت المجموعات المكونة أصلاً يعني في معظمها من أحزاب تحت يعني مشاكل قديمة واختلافات قديمة. اليوم تكون مبادرة من طرف المجتمع المدني وجامعيين وشباب، أظن بأن هذه الفئة الاجتماعية لها مؤهلات أنها تتوسط بين الناس، تتوسط بين الأحزاب. الأحزاب نتاع المعارضة وحتى الأحزاب نتاع المعارضة بين قوسين، الأحزاب اللي كانوا يديروا الخطابات نتاعهم ضد المعارضة بصح يتفاوضوا سريين مع النظام، ولا الأحزاب اللي كانوا يمولهم النظام، هادو مش حزاب معارضة. كاين حزاب حقيقيين تاع المعارضة، هادو يقدروا يفيدوا الحوار. مبادرات تلتقي حول بعض النقاط كتوفير الضمانات لتنظيم انتخابات رئاسية تحت إشراف هيئة مستقلة وإبعاد رموز النظام من المشهد العام، وتختلف في أخرى حول بقاء المسؤولين المرفوضين شعبياً على رأس المؤسسات واستثناء أحزاب من الحوار وآجال تنظيم الانتخابات وتشكيلة اللجنة المشرفة عليها.
هذه لجنة الحوار مرفوضة رفضا تاماً، وخاصة رئيسها. سعينا إلى هذه اللجنة للمطالبة، طلبنا طلب وحيد، هو أنه يجب على هذه الهيئة إشراك وبقوة طائفة الشباب أو الشباب الحراك، إلا أنه مطلب هذا قوبل بالرفض. كان عندنا رأي داخل هذه الهيئة أنها لا تبقى حبيسة تمثيل كبار السن أو حبيسة تمثيل الذين مارسوا السلطة في يوم ما. اختلافات يرى فيها أصحابها إثراء للنقاش وتعددا في الآراء والحلول، بينما يراها البعض تشتيتا لمطلب شعبي واضح لا يحتاج كل هذه المبادرات، بقدر ما يبحث عن طاولة نقاش واحدة تسع الجميع وتخرج بخارطة طريق تحل أزمة البلاد وتعيد السلطة للشعب. خلص اللقاء التشاوري لفعاليات المجتمع المدني المنعقد بقصر المعارض صنوبر البحري في العاصمة إلى تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة لصياغة المقترحات وتقريب وجهات النظر في شكل وثيقة جامعة. البيان الختامي للقاء الذي شارك فيه أحزاب السياسية من القوى البديل الديمقراطي والمنتدى الوطني للحوار والشخصيات والنخب الوطنية وممثلين عن بعض الشباب والطلبة، أوضح أن الوثيقة تستند على أساس مبادرات 15 و26 جوان و6 جويلية الماضي على أن تتوج بندوة وطنية يحدد وقتها لاحقا. وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على دعم الحراك وضرورة استمرارية السلمية الوطنية الشعبية، وذلك إلى غاية تحقيق مطالب الشعب المشروعة. كذبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خبر رفض قائمة أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، وهو ما روجت له جريدة وطنية. ونفى بيان لوزارة الداخلية تحوز القناة على نسخة منها اليوم نفيا قاطعا هذه المعلومات، مؤكدا أنه لا أساس لها من الصحة. وفي إرهاب الطرقات لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة اليوم الأحد في حادث مرور خطير وقع بزلفانة تابعة لولاية غردايا. الحادث الذي وقع على مستوى طريق الوطني رقم 49 الرابط بين غردايا وبرغلا على بعد 30 كيلومترا من المحطة الحموية زلفانة إثر انحراف مركبة لنقل المسافرين عن مسارها. وقد تنقلت مصالح الحماية المدنية على الفور، حيث تم نقل الضحايا إلى عيادة الزلفانة، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لكشف ملابسات الحادث الأليم. سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة أكثر من 2600 تدخل على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين. وحسب البيان الوارد إلى قاعة التحرير ذات المصالح، تدخلت إثر 9 حوادث مرور تسببت في وفاة 8 أشخاص وإصابة 44 بجروح متفاوتة الخطورة. كما انتشلت الحماية المدنية 3 ضحايا متوفين غرقا بشواطئ كل من ولاية بجاية، تيبازا وإليز. وفي أحوال الطقس، حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية على ولايات شرقية، على 9 ولايات شرقية. وحسب النشرية فإن الولايات 9 المعنية هي تبسة، خنشلة، باتنا، سوغهراس، أم البواقي، ميلا، قالما، قسنطينة، صيف وبرج بوعريريج. ومن المتوقع بداية تهطل الأمطار اليوم على الساعة 11 صباحا وتستمر إلى غاية 9 ليلا. قررت الحكومة التسريع من وتيرة تجسيد مشروع نظام الدفع في طريق السيار شرق غرب، مع إطلاق دراسة لتحديد تسعيرة عبور هذه المنشأة الطرقية الهامة. وقرر الوزير الأول نوردين بدوي
وقرر الوزير الأول نور الدين بدوي إنشاء لجنة متعددة القطاعات تتولى وضع نظام الدفع لاستعمال طريق حيز الخدمة، كما كلف وزير النقل والأشغال العمومية لإجراء دراسة اقتصادية لتحديد التسعيرات التي سيكون على السائقين دفعها كحقوق لاستعمال الطريق السيارة. وفي التربية، نشرت وزارة التربية الوطنية المدونة الرسمية للأدوات المدرسية في الموسم الدراسي 2019-2020 للمراحل التعليمية الثلاثة ابتدائي متوسط وثانوي، وسيتم نشرها عبر جميع المؤسسات التربوية وبشكل واسع وبكل الوسائل المتاحة، وذلك ليتمكن الأساتذة من الاطلاع عليها والعمل بها. وتمثل هذه المدونة الحد اللازم الذي يجب اعتماده وأن يلتزم مديرو المؤسسات التعليمية بضمان متابعة تنفيذ هذه المدونة بكل عناية، وتهدف هذه العملية إلى عقلنة استغلال الأدوات المدرسية. وفي السكن، قرر المكتتبون في البرنامج السكني عدل 2 تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن في 11 من سبتمبر المقبل، خطوة تصعيدية ترسم لتحول ملف السكنات الجيل الثاني بصيغة البيع بالإيجار إلى قنبلة موقوتة، ما يستدعي تدخلا عاجلا للحكومة. التأخر المسجل في تسوية ملف عدل 1 ستتكرر في ملف عدل 2، تماطل في فتح المجال أمام اختيار مواقع السكنات مع توقف تام للإجراءات عند حد دفع الشطر الثاني، حالة من الغموض أججت غضب آلاف المكتتبين الذين لم يجدوا مسلك أمامهم سوى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة السكن والعمران والمدينة بداية الشهر المقبل. وقفة ستكون بمثابة ورقة إنذار وإخطار شديد اللهجة يوجهها المكتتبون للوزارة الوصية. عطيونا في الحقن التخديرية، المدير الجهوي هضرنا معه في الشهر، قالنا في سبتمبر نسكنكم، تطلع تشوف الورشة اللي كان في سبتمبر نقدروا نسكنوا صح. إذا انت هادو اللي زامني لي برا الماء والغاز والتريستي ما لحقوش، تقول لي نمد في الأخر تاع سبتمبر، ما محال بان لحقوها. الوقفة والاحتجاجية المبرمجة لمكتتبي عدل 2 تأتي لتسقط تطمينات الحكومة بالماء بعد التعهد بضمان دخول اجتماعي هادئ، وعلى ما يبدو أن تعليمات الوزير الأول الموجهة لولاة الجمهورية بضرورة توزيع كل السكنات الجاهزة مع نهاية الشهر الجاري لن تمس سكنات عدل 2 التي لا تزال في مرحلة الورشات المفتوحة. كفانا وعود كاذبة. دونينو دي ديلي غيال. في وقت تبحث فيه الحكومة على أوعية لاحتواء مشاريع الألبية، يبقى ملف عدل 2 التزام مع وقف التنفيذ بعد أن تجاوز بكثير الآجال المقررة لتسليم السكنات، لتكون الحكومة على موعد مع قنبلة موقوتة مع بداية الدخول الاجتماعي عنوانها مكتتبو عدل. من جهته، التزم وزير السكن والعمران والمدينة كمال بالجود بتسليم جميع ورشات إنجاز سكنات عدل في أجالها المحددة دون تأخر، متواعداً المسؤولين المتقاعسين بالتنحية الفورية. بالجود جدد التزام الحكومة بالطي النهائي لملف عدل 1 سبتمبر المقبل، مع برمجة عملية توزيع ضخمة لسكنات البيع بالإيجار نهاية أوت المقبل. التغطية لمحمد الرشيد قوبع والمتابعة لزميل عبد الكريم بنيط. رغم سيف الوقت المسلط على رأس الحكومة في ملف السكن، جدد وزير القطاع الوعود المقطوعة بتسليم سكنات صيغة عدل في أجالها المحددة وفي كل ولايات الوطن مستثنيا ولاية بجاية. نحن قلنا أن في شهر سبتمبر إن شاء الله نحاول أن نطوي الملف هذا نهائيا، سوف بإذن الله نطويه في أغلب الولايات، وربما قلت ربما يكون تأخر في ولاية بجاية أين السكنات مكتملة، التهيئة مكتملة، غير أن 2400 مسكن المتواجدة في بجاية المعنية بعدل واحد جاية في قطب فيه 16 ألف مسكن، 16 ألف فيه إشكال تاع لامنيت على الإلكتريسيتي والماء، رانا معاه باسكو الإلكتريسيتي والماء تجي من بعيد.
وفي إطار خطط الوزارة الرامية إلى طي ملف صيغة عدل واحد، أعلن الوزير خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية عنابة عن تسليم حصة من هذه الصيغة التي أرقت المكتتبين فيها لنحو 20 عاما الشهر الجاري. في نهاية أوت كما التزمنا شهريا نقوم بعمل توزيع، سوف نوزع إن شاء الله حصة من عدل واحد في شهر في نهاية أوت. إعلان أعقبه كمال بالجود بوعيد لشركات المقاولة المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية تفاديا لتكرار ذات السيناريو في نسخة عدل 2 التي دخلت هي الأخرى عامها 6 وما تزال تراوح. لنطلع على الأمور ميدانية، وأكدت في صبيحة أن الإمكانيات المادية موجودة، مؤسسة موجودة، الإمكانيات المالية موجودة. الآن على الجميع أن يتحمل المسؤولية تاعه ويفك كونوكيب لو تيران. لازم نحتل الميدان، لازم نخرج من المكاتب، لازم نخرج من المكاتب، لازم نحتل الميدان، ولازم نتعلموا نخدموا مينيموم دو فوا ويت، خاصة في هذا في الصيف مثلا. من شهر الجزائر كنت تعرفوا من شهر تقريبا مارس أفريل وهي سخانة حتى سبتمبر أكتوبر. بين الوعود والوعيد يستمر إذن القائمون على ملف السكن في تسيير ملف ثقيل فشلت الحكومات المتعاقبة في طي صفحته إلى اليوم. بالجود، وفي تصريحة أدلى بها على هامش زيارة تفقدية قادته لعدد من مشاريع قطاعه بولاية عنابة اليوم، أعلن عن تعيين وال منتدب بالولاية المنتدبة لذراع الريش الأسبوع المقبل كأول مدينة جديدة تستفيد من هذا التقسيم الإداري الجديد. دراع الريش كانت لي فرصة زرتها في بداية 2017، واليوم المدينة إن شاء الله راكو شفتوها معايا إن شاء الله المدينة البرونفورم سوف يخفف شوية على السيد ولي ولاية الجزائر، وسوف تكون عناية خاصة لهذه المدينة وعلى مسؤول المدينة المدير العام تاع المدينة الجديدة لدراع الريش أن يحافظ ويلزم كل الناس باش تحافظ على المخطط التهيئة. هذا وطمأن وزير السكن والعمران والمدينة بتجاوز جميع العراقيل التي تكبح من إنجاز مشاريع المدن الجديدة المبرمجة عبر الوطن لتسليمها في أقرب الآجل، خاصة مع توفر الموارد المائية المالية أقول الكافية. برمج اجتماعين منذ تنصيبه ثلاث اجتماعات بالنسبة للمدن الجديدة، ودققنا كل الأمور، شخصنا كل النقائص، وإن شاء الله في الاجتماع المقبل إن شاء الله سوف تؤخذ بعين الاعتبار كل هذه المشاكل قطاع بقطاع. مدينة جديدة فيه تدخل كثير من القطاعات، السكن طبعا، الطاقة، المياه بيان سور، رانا نخدموا بالتنسيق ان شاء الله، وان شاء الله تكون إجابة دقيقة وصريحة لهذه النقائص، والدولة عازمة على التكفل بها، والإمكانيات المالية موجودة. نشد المستفيدون من حصة 50 مسكن تساهمي ببلدية عين مران بولاية الشلف السلطات المحلية وعلى رأسها والي ولاية الشلف بالتدخل السريع ووضع حد لمعاناتهم، وذلك بعد تأخر استلام سكناتهم لما يقارب 6 سنوات بعد أن كان من المقرر توزيعها سنة 2013، إلا أن المشروع متوقف تماما منذ أزيد من 2 وبدون أي مبرر. خلصين وقاعدين نشوفوا في السكان تاعنا مازالوا ما كملوش، واش راح نزيدوا نهضروا مع المقاول؟ غبنا المقاول هذا، بصح على الاقل نشوفوا مع الوالي، شوفوا مع المقاول هذا يعاوننا في الاشغال تاعنا. رانا قاعدين نشوفوا فيهم الناس سكنت، الناس راهي ساكنه 50 سكنه راه دايرنا فيها روطار، علاش ما على بالناش؟ للاسف من سنه 2012 ما نجس المشروع هذا، هو في تاخر كما راكم تشوفوا، وحنا اللي مستفادين معاه رانا مضررين من ناحيه الكريه. دونك حنايا نطلبوا من السلطات تشوف القضيه هذه، رانا روطار بزاف وكاين لهم كارين وما عندهمش المدخول تاع الكريه، راهم كارين وكاين 2 ملايين 3 ملايين، وين يروحوا هاد الناس وين يروحوا؟
يصطدم تطوير الرياضة في الجنوب الجزائري بواقع مرير اسمه المنشآت الرياضية التي ضاعت وضاع معها سكان منطقة جانات في متاهات التقسيم الإداري الجديد، والتي وضعت أغلب هذه المرافق الرياضية عند نقطة الصفر. الزميل أمين بن مهني وقف على هذه الوضعية المزرية من خلال هذا الروبورتاج الميداني. بين حاضري المنشآت الرياضية وأخرى سابقة، قاسمهما المشترك هو افتقارها للاستغلال الأمثل بسبب عديد النقائص من جهة، وعدم إعادة الاعتبار لها. هو المشهد المسيطر على عدة مرافق رياضية في الجنوب الكبير، بذلت من أجلها الدولة الجزائرية إمكانات مادية وبشرية هامة. والله هو الواقع نتاع المنشآت نتاعنا اللي عندنا كاع المشكل، واللي عندنا انه يعني الجانب نتاع الصيانه هو المشكل الكبير تقريبا، لان المؤسسه منذ ما تفتح يعني باش يتم الترميم نتاعها وباش يتم يعني المتابعه نتاعها، يعني المسؤول اللي تمد له المسؤوليه يعود هو الوحيد اللي يتخبط في المشاكل. أهمية بالغة تكتسيها هذه المرافق الرياضية لدى سكان المقاطعة الإدارية لجانت، قصد التغلب على عزلة صنعتها شساعة المنطقة وقساوة مناخها، كالمسبح النصف الأولمبي عبد علي الطاهر، يضاف له القاعة المتعددة الرياضات إلى جانب ملعب كرة القدم الجديد بحيزقاط. بالنسبة للرياضة في حد ذاتها يعني بالنسبة لكرة القدم هي يعني الرياضة الجماهيرية اللي راهي تمشي هنا على مستوى بلدية جانت. الرياضات أخرين يعني في محاولات ولكن ماهيش ناجحة، ويخصها التأطير ويخصها المرافق الضرورية نتاعها. ويبدو أن ثلاثية الإدارة أرست قواعد العراقيل البيروقراطية دون مزحزح لها، أما العينة فكانت من مركز الإيواء الخاص بالنخب الرياضية بجانت، حالة حتى الإعلام لم يكن باستطاعته فك إحداثيات مشاكلها، فلا أثر لشبكة الإنترنت ولا الغاز، رغم دفع فاتورته من طرف مصالح مديرية الشباب والرياضة لقرابة 3 سنوات، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتوصيله من قبل المصالح المختصة. للأسف الشديد أنه غاز لوفير راه مخدوم هنا غير ما تركبش، جماعة صون الغاز ما حبوش على حسب التصريحات نتاع المدير، قال لك بلي راه دار لهم الدوموند عنده بزاف كي خلص غاز لوفير، ما حبوش إذا يركبونا غاز لوفير باش نمشوا الماتريال هذا، الماتريال هذا ما يمشيش بلا غاز لوفير، ما قدروش حنا نمشوه هنا في المركز. آثار كارثة فيضانات شهر ماي المنصرم لا زالت شاهدة على دمار الملعب البلدي والذي يعد متنفس الشباب الوحيد، نداءة متكررة لإعادة ترميمه، لكن لا حياة لمن تنادي. واش نقول لك، الخدمة الدار، الخدمة الدار هذه هي، وين راح تروح؟ ما كاينش وين تنفس هنايا ولا أبار البرة، هي كيما نقولوا رياضة ما كاش كاع، ما كاش راهي حابسة، ما تقدرش تبقى غير الدور، ما عندك شوين هذا، حتى نصهم داهم الانحراف اللي جواه اخرين، زعما كنا شبيبة كانت لمتنا الماكسيمو، حتى البلدية والمسؤولين تاعنا الحمد لله ما حد ما جانا ولا سقسى علينا قال كيفاه نديروا ولا نروح ندير جيست من عنده وحنا نكملوا، ما كانش. شغل عندك 3 مسؤولين دوك هنا باش تروح تشكي هنا يقول لك روح المسؤول الثاني، تزيد تروح المسؤول باش تلحق ال 400 كيلو في الإليزي تلقى روحك ما تقدرش، اي مواطن يروح يشكي لا عند شاف دايره، ومن بعد يبعث لك للمير، ومن بعد يبعث لك الوالي المنتدب، ومن بعد الوالي المنتدب يبعث لك الوالي نتاع الليزي. دوك تطوير الرياضه في الجنوب الجزائري لا يزال مرهونا بمدى استجابه ومواكبه الاطراف الفاعله لمختلف المتطلبات الامكانيه والبشريه. والعينه من مركز استقبال النخب الرياضيه بجانت من اقصى الجنوب الجزائري، موفد جزائر تي في، امين بن مهني. إلى هذا الخبر الآن. وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية
صدر بالتلفزيون العمومي الجزائري رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يعين وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة حسن رابحي وزيرا للثقافة بالنيابة خلفا لمريم مرداسي المستقيلة من المنصب. إلى موضوع آخر، حافظت الشركة الوطنية للمحروقات على مكانتها كأكبر كيان اقتصادي في القارة الإفريقية في أحدث تصنيف لمجلة جون أفريك لأضخم 500 مؤسسة اقتصادية في القارة السمراء. بيان لصونا طرق نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه أن تصنيف أفضل المؤسسات الاقتصادية الإفريقية للمجلة التي تتخذ من باريس مقرا لها كرس صونا طرق أول مؤسسة اقتصادية إفريقية لسنة 2018، وحصدت صونا طرق المرتبة الأولى بعائدات مالية قدرت ب 30 مليار دولار حققتها السنة الماضية بتراجع ب 9% عما حققته سنة 2017. إضافة إلى صونا طرق، حل المجمع العمومي صونا الغاز في المرتبة 29 متبوعا بشركة نفطال، فيما جاءت شركة رجل الأعمال سعد ربراب القابع حاليا في سجن الحراش في المرتبة 57. في أخبار الشركات، دائما سجلت الخطوط الجوية الجزائرية تراجعا قياسيا في عدد رحلاتها المسيرة من وإلى المطارات الفرنسية خلال شهر جويليا المنصرم. الشركة أفادت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك أن حركة النقل الجوي بين فرنسا والجزائر انخفضت بنسبة 3% خلال شهر جويليا الماضي بالمقارنة نفس الشهر من العام الماضي. وفي الثقافة، مباشرة بعد اختتام مهرجان الأغنية الأمازيغية ببجاية، كشفت اللجنة الثقافية للبلدية في ندوة صحفية عن الميزانية النهائية التي خصصت للتظاهرة ردا على الجدل الواسع الحاصل في منصات التواصل الاجتماعي والذي قابله في الآونة الأولى اتساع لرقعة الداعين إلى المقاطعة، مقاطعة المهرجان. فلنستمع إلى بعض التصريح. 1,500,000. Donc, c'est le festival le moins cher et différent depuis les 10 années. Si on compare à Charsine et à Denzies, en plus, si on compare à les festivals c'est le festival le moins cher. Donc, sur le plan technique, oui, tous les moyens qu'il faut pour Denzies, les chanteurs, parce que c'est des chanteurs connus, exigeants, donc la sonorisation sur le plan technique qui ne suggère tout ce qu'ils mènent. C'était vraiment une tribune pour demander la libération des détenus d'opinion et des détenus du drapeau amazigh. On a tout le temps expliqué à travers la tribune du festival de la chanson amazigh, que le drapeau amazigh est un drapeau fédérateur de toutes les nations africaines, Afrique du Nord. ماشي كان الجزائر انيس دو كل لكن في دي قار مسيو زيد انيس دو كل تيموران وزميرالدي فرق في مناطق. قبل ختام حصاد اليوم، لا بأس أن أذكر بهذا الخبر الذي يظهر أسفل الشاشة. في بيان لرئاسة الجمهورية، عين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة حسن رابحي وزيرا للثقافة بالنيابة خلفا لمريم مرداسي المستقيلة من المنصب. أقول بهذا مشاهدينا الكرام، نصل إلى طي أوراق هذا الموعد الإخباري. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.